السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عايز أعمل سيلكت للدورة الحمراء مثلا هنا أو لبواب لشبابيك لأي حاجة، وزي ما شايف الحاجات كلها قريبة من بعض، فأنا ممكن أستعين بحاجة اسمها كيو سيلكت. كيو سيلكت ده بيعمل إيه؟ بيبدأ يقول لي أنت عايز تعمل سيلكت لإيه؟ اللوحة كلها ولا الجزء منها؟ طب أنا عايز مثلا السيركل بس، طب أنا عايز من السيركل ده مثلا اللي اللون بتاعه بريد، أوكي؟ فيبدأ يعمل سيلكت الحاجات اللي اللون بتاعها سيركل وفي نفس الوقت ريد، تمام. طيب ممكن اقول له حاجة تانية، كيو سيلكت اقول له انا عايز البول لاين اللي بريد، تمام. ملاش، طب خلينا نختار كده بول لاين واقول له خلي اللون بتاعه بريد ونقول له كيو سيلكت. وهنا اقول له انا عايز بول لاين، اوكي. هيبدا يختار حاجات اللي هي بول لاين وفي نفس الوقت ريد. فكيو سيلكت ده فيه حاجات كتير قوي ممكن نختار منها، بحيث لو انا عندي الشكل ممكن اقول له مثلا انا عايز، لو انت راسم حاجات كتيره كل الحاجات اللي بترسمها تبقى موجوده، يعني لو في دايمنشن يجيب لي الدايمنشن، ممكن اقول له هات لي الدايمنشن اللي لونه كذا، طب هات لي الحاجه اللي هي بول لاين مثلا محطوط على لير مثلا لير 0 او لير 1، فده يجيب الحاجات اللي هي محطوطه على اللير ديت، تمام. فهو بيسهل لي الشغل بتاعي. طيب من ضمن الحاجات التانية برضو فلتر، فلتر فيه قائمة كبيرة قوي. بقول له مثلا انا عايز سيركل، وممكن بعد كده اقول له انا عايز اختار من خلال الكلر، واقول له مثلا الكلر بتاعي مثلا بيساوي 1، تمام. وات تو ليست، واقول له ابلاي، وابدا اعمل سيلكت على كل الشغل واقول له انتر. ما يختارليش بس غير الحاجات اللي موجوده في الفلتر، تمام. طيب لو انا عندي امر مثلا زي موف او كوبي، قلت له مثلا موف، هقول له بقى العلامه ديت واقول له مثلا انا عايز امر فلتر. العملية دي بقى انا هستعين بامر فلتر اثناء الشغل بتاعي، يعني اثناء ما انا بعمل كوبي او موف هستعين بامر فلتر او اي امر اخر او كيو سيلكت او اي حاجه. اقول له ابلاي، فخلاص كده هو هيبدا يختار، انا بختار الشكل كله هو بيختار الحاجات دي بس، تمام. فموف بقى بيقول لي خلاص انت اخترت دول ولا عايز تكمل، يعني اقدر اختار حاجات تانية معاه؟ اه اقدر، او ادوس انتر وابدا احرك بس الحاجات اللي انا اخترتها.